تطبيقا على الفكره اللي هلا حكيناها قبل شوي، شوفوا ايش حطيتها. لازم تذكرينا قديش كانت الترانسفير فانكشن اللي طلعناها مع زيرو اوردر هولد. هلا طلعناها قبل شوي، كانت 1 ماينس اي تو ذا ماينس 1. قديش اي تو ذا ماينس 1؟ e to the minus 1 بتساوي 1.36. واحد minus e to the minus 1 بعطيني 0.63. إذا هذا الرقم اللي موجود هون هذا عبارة عن 1 minus 0.63 على z minus e to the minus 1. ماشي واضح؟ إذا هاي transfer function أي واحدة فيهم؟ z transfer function مع zero order hold ولا بدون؟ مع هاي. إذا بتطلعوا بدفاتركم المرة الماضية لما طلعنا transfer function تبعت السيستم بدون zero order hold اللي هو كان first order system 1 على s plus 1 كان z على z minus e to the minus 1، مظبوط؟ إذا هذا first order system بدون zero order hold وهذا first order system مع zero order hold. بس أنا اللي رح أعمله في البداية رح أقول السيستم ستينين هذول ونشوف الحين شو كان يطلع معنا في continuous. في continuous domain رح ألغي هاي وراح ألغي هاي. شو ضل عندي الآن بالسيستم؟ إيش عندي اللي تحت؟ إيش هون اللي موجود؟ S. هاي كان هالبلانت بالcontinuous domain. واحد على S plus 1 first order system بلو تايم constant قيمته 1. وشو دخلت عليه؟ step function. إمتى بتصير step function هاي؟ هاي نقطة مهمة عشان تنتبهولها. إذا بتطلع على البلوك هذا اللي هون هتلاقي التايم ستيب تايم هو 1 سكند عشان ما تتلخبط تفكر ايش صار امتى. اه واضح؟ يعني هاي ستيب فانكشن ما بتصير ات زيرو تايم، هي كانها يو اوف تي ماينس 1 هي ديليت باي. انت طبعا كانت تعملها وين ما بدك، تحط ستيب تايم زيرو اذا بدك تحطه 5 زي ما بدك، بس تذكر هاي عشان لما تطلع على ظرف ما تفكر انه في شيء مقدم او متاخر. اذا هون ناخذها لمده 10 ثواني بنطلع على الريسبونس. الريسبونس واضح مش هيك؟ من السيستم اللي عملتوه بالامتحان هذا اللي هو ما مش مبين الاحمر هون. خليني اخذ هذا عشان يبين هلا هون ماجنتا. اذا هي واضح الريسبونس ها؟ اذا الاصفر ايش هو؟ هي الماجنتا هذا، هذا هو الاوت، هذا الاوتبوت تبع السيستم. فيرست اوردر سيستم مش شايف؟ طيب خليني ارسم فوق. ايوه هذا اللي هو ماجنتا، ماجنتا هون جاي. هذا الريسبونس، هذا الريسبونس تيبيكال لايش؟ ذا فيرست اوردر سيستم. بعد 1 تايم كونستنت قديش بوصل قيمته؟ 63% مش هيك؟ بعد 2 تايم كونستنت بوصل اظن 88% وهكذا. وهي الريسبونس وهذا الانبوت الاصفر هو الانبوت للسيستم، ماشي؟ ما فيش في الشطاره، هذا هو الكونتينيوس سيستم. هلا اجينا حطينا عليه لقينا الزد ترانسفورم تبع السيستم وما حط ما كنا نعرف ايش اسمه زيرو اوردر هولد. فاحنا اوتوماتيكيا لما حطينا هذا السيستم هاي ترانسفير فانكشن حولنا مباشره 1 على اس بلس 1 طلعنا اللي بقابلها بالزد دومين، اللي بقابل هاي بالزد دومين هو زد على زد ماينس اي تو ذا ماينس 1. اللي هي اي تو ذا ماينس 1 قديش تطلع؟ اللي هو 1 على 0.2.7 بيطلع 0.36. هلا بدنا نشوف انه لو بدلت هاد بهاد شو بيطلع معي هون؟ مش هيك؟ مش هذا هو الاول خطوه اللي حاول الواحد يعملها؟ فاجينا قلنا هون انا رح اخذ رح اخلي هذاك نفس اللون بعدين رح ادخل هذا هون. اذا صار عندي هلا انبوت في اوتبوت جديد رح يطلع شو بيطلع معي؟ بيطلع شيء غريب مضبوط؟ هذا على فكره هو الريسبونس لل الريسبونس للامبلسز هي الواحد مضبوط؟ وين صار الواحد؟ مباشرة عند الزيرو، يعني عند أول ما صارت الستيب، هي أول امبلس، هي ثاني امبلس. وهدول على فكرة بينهم احنا بنفكرهم هيك بس هم بينهم ايش فعلياً؟ هيك؟ متذكرين شو هدول ريسبونس لامبلسز؟ فصار هذا هو فعلياً، بس احنا مشكلتنا بالزد بالديسكريت سيستمز ما متأكدين ايش اللي صار ان بتوين. هذا فعلياً هو هيك هيو. هي الريسبونس لأول امبلس. بعدين عندي الريسبونس لثاني امبلس زائد اللي تبقى من أول امبلس. وهون الريسبونس لثالث امبلس، وهون امبلس لرابع امبلس، فخطا طبعا. هذا السيستم، هذا السيستم لا يشبه هذا السيستم بالاداء تبعه. السبب انه ايش؟ ما حطيت زيرو اوردر هولد. حتى اعمل زيرو اوردر هولد احنا عاملين الاكسرسايز وعارفين شو ترانسفير فانكشن، هي طلعناها قبل شوي اللي هي كانت 0.63، 0.63 اللي هي 1 ماينس اي تو ذا ماينس 1 على زد ماينس اي تو ذا ماينس 1، اللي هي الترانسفير فانكشن تبعت السيستم بالزد دومين او بالزد دومين محطوط لها زيرو اوردر هولد، بس احنا ما طلعنا الزد ترانسفير تبع الزيرو اوردر هولد وضربناه،
ضربناهم الاثنين بالاس وبعدين شو طلعنا؟ طلعنا ترانسفير فانكشن. المفروض هلا هذا السيستم بس المشكله مش راح نشوفه بالاحمر مضبوط. فاللي راح اعمله انا بشوف مش راح يطلع بي معنا مضبوط بالاحمر. خلينا نشوف ما شايفينه بالاحمر. اه دكتور عمل بورد كمان حطه هيك. ايش نعمل؟ بورد خامس عشان غير اليوم احسن بدل البلانت او نحطه بدل البلانت. لا خلينا نحطه بدل الخطا اللي هو كان هي. هذا احنا بنعرف انه الخطا مضبوط. ناخذ هذا من هون. هلا برضه بحط واحد خامس ونحط ونشوفه كله معه. اذا شو صار عندي الان؟ واضح انه هذا الريسبونس اقرب للريسبونس الصحيح. هي اللي هو الصايم الاخضر المزرق صايم. هي عند هون كان زيرو مضبوط. هي اقرب شيء. بعدين عند هاي النقطة هي اخذت هون صار هاي النقطة متطابقة. طبعا المشكلة انا عندي ايش عامل؟ كبر التي. لو بدي اصغر التي بس المشكلة بدي اصغر التي شو بدي ارجع اعمل؟ بدي ارجع اغير احسب الترانسفير فانكشن من جديد مضبوط. ونفس الشيء من هون ونفس الشيء من هون ونفس الشيء من هون. ماشي واضح؟ واضح هاي؟ اذا احنا هون في السيستم في هلا في عندي حل ثاني اني احط زيرو اوردر هولد. انا جربته ما ضبط معي. اني اجيب بلوك اسمه زيرو اوردر هولد واحطه قبل هذا. في عندي بلوك اسمه زيرو اوردر هولد بس انا لما جربته ما ضبط ما اعطاني الريسبونس اللي اتوقعه. فاعتذر معكم الحل هذا. خلينا نحطهم هلا كلهم هون. نحط نحط الاربعه كلهم على نفس الهاي وحتجنب الرابع لانه الاحمر. فراح اخذ الان هي البلانت بدون زيرو اوردر هولد حتى نشوفها. هي انا عملت الرابع لانه احمر ما راح نشوفها. هاي واضحين كلهم مع بعض بنفس الوقت. ايش اللون الجديد اللي اخذ معنا؟ اخضر ابيض. اذا هي عندي ابيض وزرق. هي هون هي هاي ستيب فانكشن. هي البلانت الكونتينيوس. هي السيستم مع زيرو اوردر هولد وهي السيستم بدون زيرو اوردر. ماشي واضح؟ اذا واضح جدا واضح تماما اهميه الزيرو اوردر هولد خصوصا مع البلانت.